وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة. بعد التحية معالي المحافظ، هي النسخة الخامسة، ما الذي يميز هذه النسخة من المنتدى وما هي أهم المحاور التي سيتطرق إليها؟ مساكم الله بالخير. لا شك الحمد لله النجاح اللي حققه أسبوع المنام ريادة الأعمال في النسخة السابقة، وإحنا الآن في النسخة الخامسة على التوالي. الحمد لله نجاح كبير، واللي يصب في مصلحة رواد الأعمال في مملكة البحرين. ولا شك أن ضمن حدث ندوات وورش إحنا التركيز فيها في مجال ريادة الأعمال. نعم. وإحنا تركيزنا في مجال ريادة على الابتكار، خصوصا في مجال التقنية الحديثة وتمكين رواد الأعمال في الدخول الأسواق العالمية. ولا شك أن يعني خطاب جلالة الملك في دورنا الانعقاد الثاني في التشريع الخامس ركز على الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والاستدامة، وإحنا الحمد لله يعني سنة هذه المضامين موجودة في هذا أسبوع المنامة اللي بيقدم تقريبا 15 ورشة ندوة. نعم. بالإضافة ليوم الافتتاح اللي هو يوم الأحد 20 أكتوبر. نعم معالي المحافظ، يشهد هذا المنتدى حضور كبير يزيد على 5000 مشارك، ما هو الهدف الذي تنشده محافظة العاصمة من إقامة هذا الحدث للعام الخامس على التوالي؟ احنا هدفنا الأساسي هو إلهام الشباب البحريني. الشباب البحريني متعلم، عنده حب الطموح، عنده حب الريادة في الأعمال، فإحنا نبي نلهمهم من خلال اطلاعهم على تجارب محلية وعالمية، وكذلك خلق شبكة تعارف. رواد الأعمال اللي يحضرون هالندوات يتعرفون على بعض. نعم. ومن خلال ينشؤون هذه المشاريع المشتركة بعض الأحيان، وأيضا الاطلاع على التجارب الحديثة واستعراض أبرز الممارسات للنجاح في مجال العمل. فهذه هو الهدف الأهدافنا الرئيسية. نعم معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة، كل التوفيق لكم في المنتدى وشكرا جزيلا لك.